تصدير هذه الشحنة من أكياس الورق وأخرى راح تجي في المستقبل القريب إن شاء الله، ما هي إلى ترجمة أو يعني أننا وصلنا إلى الأهداف اللي كنا نصبوا إليها، والحمد لله راح يعني إن شاء الله نزيد نأكد عليها، نزيد يعني نحصنها ونزيد نحصن اقتصادنا وتصنيعنا وإنتاجنا وتصديرنا من خلال ترشيد الواردات. اليوم هي عملية ربما تكون بسيطة جدا ولكن أولية كمرحلة أولى نحو 3 أسواق عربية، على أن تؤمم إلى 700 جهة في الشرق الأوسط، شركة تحوز على سلسلة تجارية تفوق 700 محل، وهو وعاء جد كبير يستدعي أن نستثمر فيه.